مرحبا بكم. نواصل شرح موضوع التكامل. بلغنا إلى التكامل المحدد definite integral. التكامل المحدد لدالة f of x معرفة ضمن فترة مغلقة بين a و b يكتب بالشكل التالي: تكامل من a إلى b f of x dx، حيث أن a و b هي حدود التكامل. f of x هو المتكامل the integrand، وطبعا x متغير التكامل. في الفيديو السابق ذكرنا قواعد التكاملات غير المحددة. هذه القواعد تنطبق أيضا على التكامل المحدد، مثل قاعدة تكامل x أس n، أو تكامل الثابت، أو تكامل مجموع أو الفرق بين دالتين إلى آخره. فبالإضافة إلى القواعد التي تنطبق على التكاملات غير المحددة، القواعد التالية تنطبق للتكامل المحدد. أولا، إذا قلبنا حدود التكامل تنقلب إشارة التكامل، يعني إذا كاملنا من B إلى A وكانت A أصغر من B، فإذا قلبنا حدود التكامل لتصبح من A إلى B تقلب أيضا إشارة التكامل. ثانيا، التكامل لنفس حد التكامل مثلا من A إلى A يساوي صفر لعدم وجود فترة للتكامل. وأيضا قاعدة الإضافة تبين أنه بالإمكان تجزئة التكامل على نقاط ضمن الفترة المغلقة أو بالعكس. فإذا كان عندي دالة F معرفة ضمن الفترة المغلقة بين A إلى C، فبالإمكان أنه التكامل أجري على الفترة من A إلى C. وإذا كان عندي النقطة داخل الفترة B، فبالإمكان أجزئ التكامل ليكون تكامل من A إلى B زائدا تكامل من B إلى C، وبالعكس بالإمكان أجمع التكاملين ليكون تكامل واحد، تكامل من A إلى C. إذا كانت عندي دالة F معرفة ضمن الفترة المغلقة A B، بحيث أنه الدالة F أكبر أو تساوي صفر، فالتكامل المحدد على الفترة من A إلى B أيضا يكون ناتجة أكبر أو يساوي صفر. كذلك إذا كانت الدالتان F و G معرفتين ضمن الفترة المغلقة من A إلى B، وكانت F أكبر أو تساوي G ضمن الفترة، فتكامل من A إلى B تكامل F أيضا يكون أكبر أو يساوي تكامل الدالة G. مثال: احسب التكاملات التالية. أولا، تكامل من 1 إلى 2 3x تربيع dx للحل يساوي أول شيء الثابت، نطلع خارج التكامل، يساوي 3 تكامل x تربيع dx من 1 إلى 2، ويساوي 3 تكامل x أس n، يساوي x أس n زائد 1 على n زائد 1، ويساوي x أس 3 على 3، وحدود التكامل من 1 إلى 2. الآن أعوض حدود التكامل، هذه الثلاثة بالإمكان اختصارها، ويساوي 2 الحد. أولا أبدأ بتعويض الحد الأعلى، 2 تكعيب ناقصا 1 تكعيب. أولا أعوض الحد الأعلى، 2 تكعيب ناقصا الحد الثاني 1 تكعيب، ويساوي 8 ناقصا 1 ويساوي 7. ثانيا، تكامل من 0 إلى باي كوساين x dx
ويساوي تكامل الكوساين يساوي ساين اكس، تكامل كوساين اكس ساين اكس، وحدود التكامل من صفر الى باي اعوض حدود التكامل يساوي ساين باي ناقصا ساين صفر، ويساوي ساين الباي صفر ناقصا ساين الصفر صفر، ويساوي صفر. طبعا الناتج هو صفر لأنه تكامل كوساين الاكس من صفر إلى باي هو عبارة عن إيجاد المساحة تحت منحنى الكوساين ضمن هذه الفترة، ومنحنى الكوساين ضمن هذه الفترة ينقسم إلى قسمين متساويين، جزء موجب وجزء سالب، ولذلك مساحة تلغي الأخرى والناتج يكون صفر. ثالثا تكامل من سالب 3 إلى 1، 6 سالب اكس سالب اكس تربيع دي اكس، هذا تكامل متعددة حدود، فإذا بالإمكان أدخل التكامل على كل حد ويساوي تكامل من سالب 3 إلى 1 6 دي اكس سالب تكامل من سالب 3 إلى 1 اكس دي اكس سالب تكامل اكس تربيع من سالب 3 إلى 1 اكس تربيع دي اكس، ويساوي الثابت يطلع خارج التكامل، وتكامل دي اكس يساوي اكس، اذا 6 اكس من سالب 3 الى 1 سالبا اكس تكامل اكس اكس اس ان، الان يساوي 1، فاذا اكس اس ان زائد 1 على ان زائد 1، فيصير 1 زائد 1 2، اكس اس 2 على 2 من سالب 3 إلى 1 سالب اكس تربيع أيضا اكس أس ان، فإذا تكامل اكس تربيع يساوي اكس تكعيب على 3 من سالب 3 إلى 1، ويساوي الآن أعوض حدود التكامل 6 في 1 سالب 3 سالب سالب 3 ناقصا نصف اكس تربيع، يصير عندي 1 تربيع سالبا سالب 3 تربيع ناقصا اكس تكعيب على 3، اذا ثلث في 1 تكعيب سالب سالب 3 تكعيب، ويساوي 6 في 1 سالب سالب 3 موجب 3 يكون 4 ناقصا نصف في سالب 3 تربيع يصير 9، فإذا 1 سالب 9 سالب 8، وسالب 3 1 تكعيب 1 سالب سالب 3 تكعيب يصير سالب 27، سالب سالب موجب، فإذا يصير عندي 28، ويساوي 24 موجب سالب في السالب موجب، 8 على 2 4 سالب 28 على 3 ويساوي 56 على 3. رابعا تكامل 1 زائد زت على 2 دي زت، حدود التكامل من 2 إلى 1، ألاحظ أنه متغير التكامل عندي داخل الدي زت هو زت، فإذا التكامل حدين، إذا ممكن أدخل التكامل على كل حد ويساوي تكامل من 2 إلى 1 1 دي زت زائدا تكامل زت على 2 دي زت من 2 إلى 1، ويساوي تكامل الدي زت زت، حدود التكامل من 2 إلى 1 زائدا تكامل زت دي زت يساوي زت تربيع على 2 لأن زت أس 1،
استخدم قاعدة X أس L، فإذا Z تربيع على 2 وحدود التكامل من 2 إلى 1 ويساوي، أعوض حدود التكامل 1 سالب 2 زائدا نصف، وZ تربيع على 2 فإذا يكون عندي ربع، نصف في نصف، وواحد تربيع ناقصا 2 تربيع ويساوي 1 سالب 2 سالب 1 زائدا 1 سالب 2 تربيع 4 سالب 3 عفوا 1 سالب 4 أي نعم سالب 3 على 4 ويساوي 4 سالب سالب 4 سالب 3 ويساوي سالب 7 على 4.